all your favorite products under one roof in Bahrain at 27-year-old Megamart and Macromart Bakery. Fresh meat and fish. Fruits and vegetables. Sweets and snacks, ready-to-eat foods. Dairy products, grocery or consumer goods. To have a wonderful shopping experience, please visit your nearest Megamart Macromart branch. Megamart and Macromart, full of goodness. All your favorite products under one roof in Bahrain at 27-year-old Megamart and Macromart Bakery. Fresh meat and fish. Fruits and vegetables. Sweets and snacks, ready-to-eat foods. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعي قناة BNC Global Live. نحييكم أجمل تحية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من برنامج مساء البحرين يسرنا بمناسبة مرور 20 عام على إنشاء المجلس الأعلى للمرأة ونيابة عن مركز البحرين للإعلام، مدينة البحرين للإعلام، بحرين ميديا سيتي، وعبر قناة Global Live أن نرفع أعطر وأزكى التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة آهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه، وإلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيتشا بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة. بهذه المناسبة يطيب لنا أن نفخر ونعتز بما حققته المرأة البحرينية من إنجازات في مختلف المجالات، فمن تمكين المرأة قبل 20 عاما إلى تقدم وتطور وقيادة المرأة والقادم أجمل في ظل هذا العهد الزاهر لسيدي حضرة صاحب الجلالة. بهذه المناسبة معنا ضيفة مميزة راح نستضيفها في مساء البحرين. ضيفتنا راح تكون سفيرة السلام، سفيرة الإيجابية الاستشارية الدولية زهرة باقر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أخوي عصام الخياط، ويسعدني ويشرفني أن أنا أكون ضيفة معاكم اليوم في مدينة البحرين الإعلامية بحرين ميديا سيتي، وكذلك أن أنا أكون ضيفة في هذا اليوم السعيد والمميز لنا إحنا كبحرينيين وبالأخص للمرأة البحرينية. نحن نفتخر ونعتز بأن نكون بحرينيات تحت ظل وظل جلالة الملك، وخاصة في هذا اليوم المميز اللي طبعا رفع ومكن المرأة البحرينية على مستوى الشرق الأوسط. دائما كنا مميزات خلال السنوات اللي مضت، وإن شاء الله مميزات أيضا في المستقبل بإذن الله تعالى تحت مظلة ورعاية صاحب الجلالة الملك، وطبعا تحت دعم وقيادة
صاحبة الجلالة سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، بعد أن مكنت المرأة وقدمت كل الدعم للمرأة البحرينية في كل المجالات وكل القطاعات. فكل التحية وكل الشكر لكم على استضافتي هذا اليوم، وإن شاء الله راح يكون يعني الحوار شيق معك. ضيفتنا اليوم مميزة، هي الرئيس التنفيذي لمركز زري للاستشارات وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات، لها صيت على مستوى الوطن العربي، حاصلة على لقب سفيرة السلام من سمو الأميرة بسمة بنت طلال المعظمة، وأيضا لها الكثير من الإسهامات في مجال التدريب والاستشارات في مختلف القطاعات، وأيضا لها دور مميز في أن هي عضوة في المبادرة العربية لتمكين المرأة والشباب في القطاع المالي والقطاع الاقتصادي. طبعا هني نبي نسلط الضوء معك أستاذة زهرة على كيف استطاعت المرأة البحرينية أن تفرض وجودها في الساحة العربية. طبعا ولله الحمد، يعني طبعا بدءا من 20 عاما من تسليط الضوء والتمكين على كثير من القطاعات الخاصة في القطاع العام، سواء كان القطاع العام والقطاع الخاص بالنسبة للمرأة البحرينية، تمكين طبعا قدمت كثير من البرامج المتعلقة في تعزيز وتمكين وقيادة المرأة في على في المجالين القطاع العام والقطاع الخاص. فهو أنا طبعا دوري كريادية أو كصاحبة، خلينا نقول صاحبة مشروع خاص فيني، قدم لنا كثير من البرامج التدريبية وكثير من البرامج والفعاليات اللي تدعم المرأة ويدعم الشباب، وكنت الحمد لله ضمن كثير من البرامج اللي البحرين وفي قطاعات كثيرة كانوا يركزون الدعم والتمكين في هذا المجال. والله الحمد البحرين دائما كانت مميزة باستقبالها واستقطابها لكثير من المتخصصين والخبراء في مختلف المجالات. نعم. فهذا الشيء كان يعطينا ويعزز عندنا نفس ما يقولون روح المنافسة وأيضا الخبرة العالمية والدولية بالنسبة لنا إحنا كبحرينيين كشباب، عطانا القدرة على أن إحنا يكون عندنا النظرة الدولية والعالمية. فلما كنا ننطلق أو نقدم أي مشروع في أي دولة سواء كانت خليجية أو حتى دول أخرى مجاورة وشقيقة لنا، كان عندنا القدرة على أن إحنا نستوعب ونفهم وكيف ممكن أن يكون عندنا القدرة على التعامل، وأيضا كيف يكون عندنا القدرة على التفاوض والتعامل مع مختلف الجنسيات، مع مختلف الدول، يعني الدول الشقيقة والصديقة. وكان عندنا أيضا الحمد لله دائما بحكم أن إحنا من مملكة البحرين ومملكة مرحب فيها أو دولة مرحب فيها في أي دولة، يعني في كل المحافل الدولية فهذا الشيء دائما كان يعني الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، كنا نشوف أن طريقة التعامل معنا إحنا كبحرينيين أو معي أنا كشخص مثلا جاية من البحرين دائما كان ولله الحمد مميز. هذه طبعا نلمسها دائما في كل المحافل سواء العربية أو الدولية. حتى البحرين لها بصمة ولها ريحة ولها نفس في أي مكان في العالم الحمد لله. واللي جرنا الحديث في هذا الموضوع مساهماتك كاستشارية في مجال التدريب سواء في قطاع ريادة الأعمال أو في الاستشارات التدريبية الأخرى، لك أسهامات كثيرة في هذا المجال، كلمينا عنها شوي. يعني إن الحمد لله كنت دائما أركز على موضوع تمكين الشباب وتمكين المرأة في السنوات اللي راحت، وأيضا البرامج المتعلقة بقضية الريادة، ريادة الأعمال،
بحكم كان هذا الشغف اللي صار عندي من بداية خلنا نقول تخرجي من المدرسة، وبعد مرور مثلاً مروري بالمرحلة الجامعية وكوني كناشطة اجتماعية، وأيضاً انخرط بالقطاع العام والقطاع الخاص، حسيت أن المجال الريادي وموضوع تمكين الشباب وتمكين المرأة هو الشغف اللي قاعد نفس ما يقولون أنه هو يحمسني ويحفزني أن أنا أكون كشخص يكون له عطاء أكثر في هذا المجال. وحسيت أن هذا الشيء اللي يمثل شخصيتي ويبرزني أكثر. صحيح عندي في المجال التجاري عندي بعض خلينا نقول الإسهامات والأنشطة، ولكن دائما كنت أحس أن أنا أقرب إلى موضوع تمكين الشباب وتمكين المرأة من الجانب الريادي من الجانب الاقتصادي، لأن في كثير من الشباب وأيضا كثير من السيدات ما حصلوا الفرصة اللي ممكن أن يجدون فيها نفسهم. صحيح. فكنت دائما ولا زلت عندنا برنامج اسمه Discover Me، وهذا البرنامج لليوم شغال عليه، بديت من 2014 في مجال الكوتشينج والمنتورينج. يعني عندي لحد الحين الحمد لله المجموعات اللي بلشوا معي وشاركوا في هذا البرنامج. طبعا هو برنامج خاص بالأشخاص، ولكن بين فترة وفترة كنا نسوي فعالياتنا وتجمعاتنا الخاصة بهذه الفئة. من خلال اكتشف نفسك أو اكتشفني أو تحاولين تعرفين الشاب أو الفتاة أو المرأة أو أي من ينخرط في هذه البرنامج، تعرفينه على نفسه وعلى ذاته. وهناك مقولة تقول بأن في الأزمات تولد الفرص. طبعا احنا الآن في ظروف استثنائية نمر بها بسبب جائحة كورونا كوفيد-19، الله يرفع البلاء عن البحرين وعن كل العالم. Very soon إن شاء الله، في القريب العاجل بإذن الله. في الأزمات تولد الفرص، ماذا تعني حق زهرة باقر؟ طبعا إحنا الحين في مرحلة اكتشاف ذواتنا من جد وجديد، بحكم أن هذه الجائحة بدلت وغيرت مفاهيم كثيرة وخطط استراتيجية كنا شغالين عليها من يعني تقريبا 4 أو 5 سنين، وكنا مركزين على ان احنا ان شاء الله خلال هذه السنه، هذه سنه الطفره راح تكون سنه 2020 2021. نعم. فصار عندنا مرحله ديسكفر مي جديده لكل شخص كان يشتغل معاي. أكيد. ولكل شخص وحتى احنا كاشخاص يعني موجهين ولا مدربين في هذا البرنامج، صار عندنا انطلاقه جديده ان احنا نبي نعرف كيف ممكن ان احنا نبدأ استراتيجيات جديدة. ونفس ما يقولون مرحلة الموازنة لنا واللي أولوياتنا في الحياة شلون تبدلت خلال هذه المرحلة. اللهم لك الحمد على نعمة كورونا، لأن اكتشفنا خلال هذه المرحلة أن إحنا إش كثر الناس ضعفاء وأقوياء في نفس الوقت. سبحان الله. وإش كثر أن إحنا في مملكة البحرين، اللهم لك الحمد على نعمة البحرين، عرفنا قدر جيراتنا وقدر فريق البحرين، وشلون ان احنا الله الحمد ان احنا مدعومين. وخلال ان شاء الله الفتره القادمه راح يكون طبعا بذكر فريق البحرين لازم نوجه رساله شكر الى صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد طبعا الخليفه ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، الله على دعمه لفريق البحرين وكل ما تحقق، ولله الحمد بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل قيادة صاحب السمو الملكي كانت هذه النتائج المبهرة، وإن شاء الله راح نتخطى هذه الأزمة وراح نكون في انفراجة عما قريب. ناخذ بريك ونرجع نكمل حوارنا إن شاء الله. إن شاء الله ناخذ بريك. Red products under one roof in Bahrain at 27-year-old Megamart and Macromart Bakery. Fresh meat and fish. Fruits and vegetables. Sweets.
sweets and snacks, ready-to-eat foods. Dairy products, grocery, or consumer goods. To have a wonderful shopping experience, please visit your nearest Megamart Macromart branch. Megamart and Macromart, full of goodness. Every piece of jewelry tells a story. عدنا لكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان عبر قناة BMC Global Live وبرنامج مساء البحرين. وصلتنا رسائل تهنئة من الأستاذة رباب شمسان رئيسة جمعية العطاء الخيرية، ورسالة تهنئة بمناسبة الذكرى 20 لقيام مجلس الأعلى للمرأة. كل التهاني القلبية إلى حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، وإلى سيدة البحرين الأولى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله ورعاها، وإلى كل القائمين وأعضاء مجلس الأعلى للمرأة بمناسبة مرور 20 عاماً على هذا المجلس الرائد في عطائه للمرأة البحرينية في جميع المجالات. أيضاً بمناسبة يوم المرأة البحرينية وقيام المجلس الأعلى للمرأة في 20 عام، معنا المهندس خالد عبد اللطيف مدير إدارة الخدمات الهندسية والاستثمار في المحافظة الشمالية. أرفع وأعطر التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظ الله ورعاه، وإلى صاحبة السمو الملك الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظه الله. بمناسبة الذكرى 20 لقيام المجلس الأعلى للمرأة، فمسيرة 20 عام حقق خلالها المجلس نقلات نوعية في مسيرة المرأة البحرينية من التمكين إلى التقدم والقيادة، وكانت وما زالت المرأة تسهم في مسيرة نماء الوطن جنب إلى جنب مع الرجل في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة حفظ الله ورعاه. وكل عام والبحرين والمرأة البحرينية في تقدم ونماء بقيادة عاهل البلاد المفدى حفظ الله ورعاه. وأيضا التهاني مستمرة بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا، 20 عام على قيام المجلس الأعلى للمرأة، ومداخلة من شيخة زايد عضو فريق الشباب في المجلس الأعلى للمرأة. بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة كصرح وطني يهتم بمتابعة وتقديم المرأة البحرينية، نتقدم بالتهنئة الحارة المخلصة إلى قرينة جلالة الملك الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظه الله ورعاها. وهذا المجلس الذي أعطى المرأة الاهتمام بالانخراط في الكثير من المجالات، وأهمها السياسية والاقتصادية والتجارية والصحية والتربوية، فالبحرين اليوم تفتخر بنسائها المتميزات وتفتخر بكل ما تقدمه من أعمال مشرفة ترفع من شأن الوطن والمواطن. وأيضا تهنئة من الدكتور يوسف النشابة الكاتب، كاتب القصص وكاتب قصص الأطفال، الأستاذ الدكتور يوسف النشابة. تهنئة قلبية بكل الحب والتقدير أزفها إلى سمو الأميرة
سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة جلالة الملك ملك البحرين المفدى بمناسبة ذكرى تأسيس مجلس المرأة. رحب فيكم دائما عبر مساء البحرين من خلال BMC قناة Global Live، ونكمل حوارنا وحديثنا الشيق مع سفيرة السلام سفيرة الإيجابية الاستشارية الدولية زهرة باقر. أهلا وسهلا. منورتنا اليوم الحقيقة. الله يخليك. ونستشف من حوارنا ومن جلستك معنا في استوديو BMC قناة Global Live أن هناك استشراف للمستقبل ترى زهرة باقر. إن شاء الله. طبعا ولله الحمد البحرين دائما سباقة في كثير من المشاريع التنموية المتعلقة باستشراف المستقبل. في الآونة الأخيرة قمنا نراها على أرض الواقع والله الحمد، ولكن أيضا هناك الكثير من الجهود اللي إحنا كأشخاص وكأفراد رياديين وشباب وقياديين يجب أن نسلط الضوء عليها. استشراف المستقبل معنى أن إحنا نضع ونخطط للمستقبل ونستشف ونستشرف المستقبل عن طريق وضع استراتيجيات ممكن من خلالها أن إحنا نرى المستقبل كرؤية ونطبق من خلالها عن طريق وضع الإمكانيات اللي عندنا من ابتكار موفر لنا ولله الحمد. عندنا الكثير من المشاريع اللي ممكن من خلالها نطبق استشراف المستقبل بدعم وقيادة حكومتنا الرشيدة. واليوم نفس ما احنا نشوف ان وضع والخطط اللي قاعدة تشتغل عليها فريق البحرين، هذه احد الخطط التنموية تحت قيادة المحورية تحت قيادة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ولي العهد الامير سلمان بن حمد الخليفة. فاليوم احنا كشباب كاشخاص وأصحاب مؤسسات فردية قاعد نشتغل على نشتغل مع فرق وشراكات استراتيجية دولية وأيضا خليجية. لازم علينا أن إحنا نحط خطط استراتيجية كيف ممكن بناء على دراسة المشاريع والخطط اللي موجودة في الحاضر ومن خلالها نمكن للمشاريع المستقبلية اللي من خلالها ان احنا كيف ممكن ان نضع برامج ومشاريع تدريبية تعليمية لدعم شبابنا حاليا كيف ممكن انهم يواكبون الفرص المستقبلية، كيف ممكن انهم يكون عندهم فرص وظيفية تواكب المستقبل، ما نحتاج من خلالها ان احنا نستقطب مثلا خبراء من خارج مملكتنا. البحرين ولادة. البحرين ولادة للكثير من الخبرات. البحرين والكل يشهد لنا بهذا الشيء. كل الدول تشهد لنا بهذا الشيء إن البحريني دائما ولله الحمد قادر على أنه هو يحقق ويبني المستحيل. إحنا طبعا هذه أحد المشاريع اللي نشتغل عليها، ومشروع ديسكفر مي أو بعض البرامج والمشاريع اللي أنا أشتغل عليها مثل المشاريع الريادية وغيرها هي أحد الأهم الأهداف والرؤى اللي إحنا نشتغل عليها، إن إحنا كيف ممكن نستشرف المستقبل وندعم الشباب البحريني على أن هو يكون قادر على رؤية خلنا نقول وضع رؤية خاصة فيه من خلاله أنه تتواكب طبعاً مع رؤية البحرين 2030. طبعاً. أستاذة زهرة، بخصوص تكلمنا عن الفرص وتكلمنا عن الإمكانيات المتاحة، كثير من الناس اللي يخوضون تجارب في ريادة الأعمال يغفلون أو لا يعلمون هذه الفرص. صحيح. من ناحية الإمكانيات اللي متوفرة أو اللي توفرها الدولة لدعم قطاع ريادة الأعمال، فإذا ممكن تسلطين لنا الضوء على هذه البلاتفورمز اللي موجودة اللي ممكن الشباب
اللي حابين يخوضون مجال ريادة الأعمال سواء من الشباب أو من الفتيات أو من النساء أو من أي شخص حاب أن يخوض مجال ريادة الأعمال؟ أنا طبعاً بحكم دوري كشخص صاحب مشروع تجاري ما مستفيد من هذه البلاتفورم، مستفيد من هذه الجهات اللي قاعدة تدعم، مو كشخص طبعاً الحكومة نفس ما أنت ما تفضلت وخبرتنا هنا مو مقصرة. عندنا أهم جهتين واللي الحمد لله معروف عنها على مستوى الخليج، مستوى الشرق الأوسط، إن عندنا أكثر من جهة تدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأيضا المشاريع الكبيرة. عندنا طبعا تمكين هي أحد المشاريع الرائدة على مستوى دعم الشباب البحرينيين والقطاعات المتنوعة في البحرين. صحيح. وضعت على عاتقها أنها تدعم كل من له رؤية ومشروع ممكن أن يكون له مستقبل، وفي نفس الوقت ممكن أنه هو يتيح الفرص لي خلينا نقول الشباب الآخرين أنهم يدعمون ويتعلمون ويبنون مستقبلهم أكثر. هذا بالنسبة لأصحاب المشاريع. عندنا التمكين، عندنا مشروع فرصة في وزارة التنمية الاجتماعية، هذه المشروع خاص لأصحاب خلينا نقول المشاريع المتناهية في الصغر، وكل الجهات يوفرون كافة الاحتياجات من ابتداء من الاستشارة إلى دعم، خلينا نقول حتى مثلا دعم كدعم مادي معنوي، بمعنى انه يكون عندهم دعم وتوجيه. في نفس الوقت يساعدون صاحب المشروع على تغطية بعض التكاليف المتعلقة بمشاريعهم. صحيح. فهذه يعني لله الحمد كل شيء متوفر، ولكن حاليا بحكم احنا كلنا نعرف ان احنا عايشين في وضع جدا استثنائي وصعب، ف بتزول القمة إن شاء الله. راح تزول القمة بإذن الله تعالى. فهذه الفترة اللي هم ممكن أنهم يركزون أكثر على استخدام الذكاء الاصطناعي في مشاريعهم والتوجيه بشكل أكبر على قضية الأمور التقنية بالنسبة لمشاريعهم. كيف ممكن أنهم يسوقون لمشاريعهم دوليا؟ وهذه فرصة ممكن أنهم يستفيدون من الخدمات المتوفرة والاستشارات المتوفرة، وإحنا أيضا إحنا كشركة وكمؤسسة قاعدين نقدم الدعم والخدمات هذه كدعم للشباب وأصحاب المشاريع بمختلف خلينا نقول القطاعات. فيعني إنه فرصة. صحيح. كلامك يجرنا إلى الحديث على التنافسية. سمعنا مؤخرا عن جائزة سيدي صاحب الجلالة في القطاع الزراعي، وهي تعتبر يعني من الجوائز النوعية اللي تقدم لإحياء القطاع الزراعي. طبعا القطاع الزراعي فيه اللي هو النمط التقليدي وفيه الهيدروبونيك الزراعة المائية. مثل هاللون مشاريع تحتاج إلى أن تنوير للشباب. صحيح. بالإضافة إلى طبعا أن هناك مشاريع أخرى وهناك حوافز وحوافز في التنافسية أيضا تدفع لصغار ولمتوسطي وحتى كبار الشركات. فصنع في البحرين خلنا نقول علامة مميزة، وكثير من الصناعات بدت صغيرة وأصبحت رائدة ومن ثم انطلقت إلى العالمية. صحيح. في أي مرحلة تجد زهرة باقر إمكانياتها تواكب؟ صنع في البحرين، طبعا أنا صنعت في البحرين فالحمد لله دعمت كثير من المشاريع اللي نفس ما نقولنا فيها نكهة وفيها نكهة بحرينية أصيلة. ودائما البحريني خلينا نقول المشاريع البحرينية تتميز بجودتها. وهذا الشيء اللي احنا نقدر نشوفه على مستوى الحمد لله مستوى الوطن العربي. لذلك احنا في مجال في التنافسية. في التنافسية. ولله الحمد. وكل ما الواحد، انا دائما اقول ان السفر
ومعرفة الناس وانفتاحنا على العالم. وطبعا هذا الانفتاح اللي احنا عايشين فيه أيضا أحد النعم اللي نشكر رب العالمين على نعمة البحرين، لأن احنا عندنا الحمد لله تسامح في أعلى درجاته. والانفتاح هذا كان أحد الأسباب اللي خلتنا احنا نشوف ونقارن معظم الدول، مقارن وضعنا مع معظم الدول. نعم. وطريقة تميزها وتميز شبابها في عطائهم، خاصة في موضوع البراندينج أو موضوع خلينا نقول المشاريع اللي تصنع محليا. نعم، صنع في البحر. صنع في البحر. نعم. فأنا الحمد لله أجد نفسي يعني إن أنا دائما أحب إن أنا يعني إن كل ما تعلمت أكثر، كل ما وصلت أكثر، أحس إن أنا ما سويت شيء. أحس إن لا، لحد الحين باقي وايد وباقي علي خطوات كثيرة. سبقتيني في السؤال. أي، فأنا قاعدة أنت سألتني. نعم. ففاجأتني بهاي السؤال، بس أنا دائما أحس إن لا، باقي كثير لما الواحد يتعلم ويكون له الشرف إنه هو يقول إنه أنا الحمد لله حاليا أنا أفتخر طبعا إن أنا بحرينية، ما في شك، ولكن باقي علي إن شاء الله يعني إنه مراحل كثيرة. لحد الحين ما حققت يعني إن نفس ما يقولون ولو جزء بسيط من الطموح اللي إحنا عنده. الله يوفقك إن شاء الله، ويكون طموحك مفتوح إلى السماء إن شاء الله، وتكونين في كل خطوة فيها توفيق إن شاء الله من الله سبحانه وتعالى. طبعا في مساء البحرين الحديث مع الاستشارية سفيرة السلام والإيجابية زهرة باقر لا يمل، ولكن احنا بنستأذنها في كلمة تحب توجهها في خلينا نقول ختام هذا اللقاء مؤقتا. شكرا جزيلا لك. أولا أوجه التحية لكل المتابعين، وأرجع وأوجه التهنئة لهذا اليوم المميز جدا بتهنئة صاحب السمو الملكي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأيضا أوجه كل التهنئة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وأيضا تهنئة خاصة لصاحبة السمو الملكي الأميرة تبيكة بنت إبراهيم آل خليفة زوجة عاهل البلاد المفدى على هذا اليوم العظيم بالنسبة لكل بحريني وبحرينية، مرور 20 عاما على الإنجاز للمرأة البحرينية، يوم فخر واعتزاز لنا. بلاش. الله يحفظكم. وأيضا طبعا لكل شاب وشابة بحرينية أوجه لهم في من مساء البحرين أن دمتم بعز وفخر، ودائما هناك لا يوجد مجال لكلمة المستحيل. أنتم طاقتنا وأنتم رؤيتنا وأنتم مستقبلنا، فدائما إن شاء الله توكلوا على الله وقوموا بالشيء اللي يخليكم ان انتم يحسسكم ان انتم قادرين ان انتم تنجزون، انتم قدها وقدود، فقط اللي عليكم ان انتم تستمروا، وان شاء الله رب العالمين راح يقدر جهودكم، وطبعا احنا راح نقدر جهودكم ونفتخر فيكم. شكرا جزيلا الاستشارية سفيرة النوايا نوايا السلام وسفيرة الإيجابية زهرة باقر على هذه الوقت اللي تحتي لنا في قناة BMC Global Live برنامج مساء البحرين. لنا عودة معاكم مشاهدين الكرام ومتابعينا الأكارم في كل مكان في الأسبوع القادم مع حلقة جديدة من مساء البحرين على قناة Global Live من BMC. كل التحية والتقدير لكم ولمتابعتكم، ونتمنى نكون وصلنا لجزء مما يرضيكم والقادم أجمل. شكرا جزيلا وإلى اللقاء. شكرا لك. شكراً. أستاذ عصام على هذه الضيافة وعلى حسن تقديمك، جزيل الشكر لك. الله يحييك. أقل من واجبنا. Thank you BMC. شكرا. Thank you BMC.